سلام البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم جبتكم معايا وجيت الاكسيون ولا اكشن. بغيت نتقدا شي لعيبات وكاين بزاف ديال البرد والدنيا عامره. دابا حنايا واقفين هنا كنتسناو الصف، حيتاش كي كتعرفوا حنا عاد فتحوا عندنا هنايا وكلشي بالرونديفو، ولا خصك تشد الصف شي حوانت. بالنسبه للاكشن خصكم تاخذوا رونديفو الا بغيتوا تجيو تدخلوا ديريكت، سينو خصكم تقبطوا الصف. كاين واحد الصف هنايا طويل، انا غادي نوريكم دابا تشوفوا قداش الصف، وخليكم معايا باش تدخلوا لداخل نوريكم كلشي، ومن بعد نمشيو للدار نوريكم المشتريات اللي خديت. وهانتوما معايا. المهم البنات شوفوا قداش الصف راه داير من تم حتى لهي، وداير من تم ومن تم ومورايا عاد الناس كانوا. المهم بقينا عرفتي حتى طاح الظلام وحنا مازالين واقفين كنتسناو، وصافي بقيت واقفه هكا شويه كنتسنى بين ما جات النوبه ديالي. ملي كتجي النوبه ديالك خصهم الناس يخرجوا، وعاد كيدخلوا واحد اخرين. ملي كتجي النوبه ديالك كيعطيك ديك الكروسه ولا الكربه وكتدخلي تقدري اللي بغيتي. دابا انا غادي نتسنى النوبه ديالي باش تدخلوا معايا. المهم البنات هذه النوبه ديالي وانا داخله دابا، راه ظلام الحال عاد دابا جات النوبه. شوفوا جيت بكري، شوفوا هادشي الجديد اللي راهم عاد حطوا، حيتاش شحال هادي واشاد حطوا داكشي مزيون. خديت هاد السينيه هادي دابا نوريها لكم، وشوفوا هاد السوينيات، وشوفوا هاد المرايات زوينين، وهاد السوينيات اللي جايين على شكل طبيلات كانوا قدامين ولاو جابوهم. وكاين بزاف السلعه اللي جات جديده هنايا كي كتدخلوا. كاين هنا بلايصه ديال الورد، جابوا شميعات مزيونين داكشي جديد، جابوا الصراحه بزاف الحاجات. خديت انا هادي داري لها 4 اورو. شوفوا كي دايره فنه، كتجي في الديكور زوينه. اللي درتها في هذه السينيه نوريها لكم في المشتريات، صراحه زوينه بزاف. وجابوا لي فاز، جابوا السينيات بزاف، كانت الدنيا عامره ما قدرتش نصور لكم داكشي بحاجه بحاجه، ولكن المهم واحد الفكره عطيتها لكم. وصافي هنا كاين البلايصه ديال الخديديات وداك الغطيوات، حتى هما جابوا موديلات جداد. والاسمنه بطبيعه الحال الاسمنه ديال اكسيون ما غاديش تلقاوها في بلاصه واحده اخرى، اسمنه عندهم رخيصه بزاف بزاف. وهنا كنوريكم شويه بشويه. شوفوا هذيك هاد البلاطويات جاو عاد جداد زوينين بزاف، دايرين 5 اورو. وهنايا كاينين القلعه ديال الدراري صغار، وهاد العليبات حتى هما جابوهم. كاين المهم كلشي كلشي كاين بثمن رخيص. المهم هانتوما معايا كندور شي شويه، الا لقيت شي حاجه اللي خاصني غادي نهزها. هنا البلاصه ديال العطوره بالنسبه للناس اللي كتبغي تاخذ العطيرات ولا تعطيهم كادو. الاسمنه كتشوفوا رخيصه، كاينه كريستينا اقوليا غا زوينه بزاف، كاينين هاد الصغار حتى هما ريحتهم مزيونه، بلاي بوي، كاين المهم بزاف عندهم ديال الماركات. المهم البنات انا هنايا جيت غير دغيا دغيا على داكشي، ما صورت لكمش بكل حاجه بوحديتها. غادي نمشي للدار وغادي نوريكم المشتريات كامله اللي خديت، ومن بعد الى عجبكم الفيديو بغيت ندير لكم دوره على كل حاجه بوحديتها كتبوها لي في التعليق، باش ان شاء الله نوريكم شي مره كل حاجه بوحديتها وكل حاجه علاش كتصلاح والديكورات وكلشي. هانتوما معايا تمشي للدار ونوريكم المشتريات اللي خديت. المهم البنات جيت للدار ودابا غادي نوريكم المشتريات اللي خديت من اكسيون. المهم خديت هاد اللعيبات هاد لولدي، بالنسبه للعاب البنات رخاصين فيه بزاف بزاف، سيغتو للدراري يعني الصغار وداكشي اللي كي راكم عارفين كياخذوا اللعابه وكيلعبوا بها شويه وكيلوحوها بلا ما تخسروا فلوسكم في اللعاب الغالي. سيروا خذوا تماك رخاصين بزاف، هادو ما عرفتش الصراحه بشحال ولكن رخاصين. غنكمل معاكم. خديت هاد الطابيات هادو اللي كيجيو فوق الطبيله ولا شي حاجه، هادو باورو شي حاجه كيديروا مزيونين، صغيورين بحال هكا غير صغيورين، تحطوا فوقهم ديكوراسيون. خديت البنات هذا خذوه واعر، هذا ديال كتقدروا ديروه على البلاصه اللي عندكم كدركم بحال ظهركم ولا كتافكم، دقه بطله. نيس انا كنت عطيتو لجارتي وجرباته وقالت لي واعر وداكشي، مشيت زدت منه وكنبيعو في لاباج ديالي الانستغرام. الا بغيتو الناس المغرب راه تقدروا تلقاو عندي في الانستغرام ديالي. وبالنسبه للناس هنا راه ثمنو داير يمكن شي 2 اورو ولا رخاصين بزاف، فيها جوج ديال لي بياس صراحه زوين. هذه البنات ننصحكم بهم، هادو واعرين واعرين واعرين، حتى هي دايره اورو شي حاجه، كتجي كبيره 60 على 70. انا كنقسمها 4 ديال الاطراف وكنبقى نمسح بها، ولا كنخليها كبيره على حساب كل مره شنو راه عندي ديجا تماك في الزرق بحالها. عرفتي ما كتخليش الخمله، كتمسح الزاج، كتمسح كلشي، يعني اي حاجه عندك تقدري تمسحي بها. عرفتي كتخ... نوريكم هنايا المرايه،
عرفتي كتمسح واعر واعر، كديروا مع هذاك الماء ديال الكلاص ديال الزاج وتمسحوا، كتخرج لكم داكشي من داكشي من داكشي من داكشي. خديت هاد الديكور هذا البنات، شميعه ديال الفاني كتجي في قلب هاد الديكور هذا. هادي دايره 4 اورو، انا كنت خديت غير هذا بوحديتو من ايكيا بلا هاد التحتة بلا شمعة، كنت خديتو وقيلة بثلاثة ولا ربعة اورو. هادي كومبليت كتجي بحال هكا، وفي هاد الشوشة تحطوها ديكور، تاهي زوينة. خديت هادو البنات، هادو كنحتاجهم بزاف هكا في لي صالاد، ولا كنزوق بيهم، ولا كندير فيهم، تقدرو ديرو فيهم اي حاجة بغيتو. كيجيو بحال هكا، ستة ديال البياسات 99 سنت. هنايا شي لعيبات بحال الزريعة هكا، عندهم هاد الكاوكاو وهاد التخربيق نوا، عندهم هذه ديال الميكرو فيلا حتى هي رخيصه، الميكرو اوند البوب كورن اللي كديروا في الميكرو اوند. عندهم الشكلاط هذا رخيص اللي داير بحال سميتو بحال فيريرو، وعندهم هذا ديال الاوريو حتى هو رخيص كنجيبو ديما عندهم، عندهم البيض وعندهم كحل. وعندهم البنات هذا العلبات ديال تقدروا ديروا فيهم داكشي ديالكم ديال التقديه، وهذا المهم بحال العداس لوبيا مسائل. هادو عاد بديت نشري منهم، غنبقى نشري جوج بجوج، وغنشوف المزر شحال غيخصني وعاد نشري منهم. هادو كيديروا 4 اورو الوحده، وكاينين الصغار ديالهم كيديروا 3 ديال الاورو. وخديت من عندهم حتى فانيش هادو ديال اوكي، انا نحلهاك. هادو ديال الماكينه عندهم رخاصين شويه، هادي واقيلا دايره شي 3 اورو واقيلا، يعني رخيصه. وخديت هاد السينيه واعره بزاف، شوفوا كي دايره كتحمق، تقدروا ديروها في الصالون، تقدروا ديروها في بيت النعاس، شكي كتجي ديروا فوقها التماكيره ديالكم، كتجي صراحه زوينه بزاف بزاف. شوفوا هنايا بني كتهزوها كلها مغلفه بالمرايه، كتجي واعره بزاف. وهادو هما المشتريات البنات كاملين اللي خديت اليوم. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون عجبكم، و الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لي لايك، والبنات اللي جداد في القناه يديروا ابوني ويوركوا على الجرس ولا يبركوا على الجرس باش يبقى ديما يطلعهم الجديد اللي كنحط. وشكرا بزاف، والله يخليكم، تبقاو على خير، باي باي.